ما هو العمل الجزائي؟ ما هو العمل الجزائي؟ طلعني أنا. ماذا تريد أن نتعرف عن الأمر الجزائي؟ هو أمر يصدره عضو النيابة العامة للقسم في موضوع الدعوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في جرائم الجنح والمخالفات المحددة ولو في غيبة لم تهم وجوا ما تحقق، ويترتب عليه إنهاء الخصومة الجزائية ما لم يعترض لم تهم. محمد يوسف محمد و لماذا لا تبدأ ذلك عادة ما كانوا يتواصلون بطريقة طبيعية؟ سيدي لمن لقد قرأت المزحة هنا مؤخرا، هل تريد أن تخبرني؟ سيدي أشعر أنني بحالة جيدة أقصى تو أقصى إلى جانبك. سيدي هل يمكن المشاركة في المسابقة؟ هل أنت مستعد للمسابقة؟ مستعد. اختر العبارة الصحيحة من ما يلي: تلعب المؤسسات دورا أساسيا في تجذير ثقافة الابتكار من خلال. للأسف أجابتك خاطئة. سيدي أنا لا أعرف حتى ماذا أقول لك، دعونا نقول أي شيء. ما هو الطقس الآن؟ Hello, welcome to the public prosecutions. The public prosecution was formed as